شاركت أكاديمية الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص مؤخرا بالمعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم 2023 المنظم في مركز دبي التجاري. تفاصيل المشاركة في التقرير التالي. المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم 2023 ها هو ينطلق بدورته 16 بمشاركات عالمية ومحلية تهدف لطرح أبرز الأدوات والمفاهيم التعليمية، ومن بين هذه المشاركات تأتي منصة أكاديمية الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث تم استعراض أبرز البرامج والدورات التدريبية التعليمية المقدمة للمعلمين كبرنامج ماجستير المعلم القيادي وبرنامج معلم وافتخر بجانب دبلوم الدراسات العليا في التعليم وبرامج الشهادة التخصصية في التربية في الطفولة المبكرة. كانت مشاركة الأكاديمية من الأهمية بمكان، تشارك الأكاديمية بعديد من البرامج، من أبرز هذه البرامج برامج الطفولة المبكرة التي أطلقتها أكاديمية الشارقة للتعليم خلال هذا العام، وكانت هذه البرامج عبارة عن سلسلة متكاملة من البرامج التي تستهدف البرامج المعلمين، القيادات، المدربين، مساعدي المعلمين، على صعيدين، صعيد المعلمين الحاليين الذين في الخدمة والمعلمين الجدد لاستهداف أيضا الكفاءات المواطنة الجديدة. تأتي مشاركة الشارقة للتعليم الخاص في منصة مشتركة مع أكاديمية الشارقة للتعليم، وذلك بهدف التعريف بخدمات الهيئة وبرامجها التي تصب في مصلحة الكادر التعليمي والتعليم. المعرض تشارك فيه عشرات الجهات الحكومية والخاصة والعلامات التجارية الرائدة في قطاع التعليم التي حرصت على استعراض احتياجات الفصول الدراسية الحديثة والاطلاع على رؤى قادة الفكر في العالم التي تساعد المعلمين على إحداث التغيير الفاعل في منهجية التعليم. مشاركة إمارة الشارقة في هذا المعرض العالمي تؤكد أهمية مواكبة المتغيرات التعليمية بما ينعكس إيجاباً على الطلبة والمعلمين وصناع القرار. لأخبار الدار، حمد الكندي من دبي.